سؤال ثاني من مشاهدي سلسلة. لقد مرض أبي منذ 8 سنوات بالفشل الكلوي، وقام بزراعة كلية وكانت حالته الصحية متأرجحة، وفي 5 أشهر الأخيرة تدهورت حالته الصحية جدا. ونظر أخي مبلغا من المال إلى سيد العذراء، وتضرعنا وتوسلنا إلى الله وتم له الشفاء واستعاد صحته، ولكن بعد خروجه بشهر من المستشفى وتناول الأسرار المقدسة انتقل بعد يومين بعد أن استعاد صحته التي فقدها لمدة 8 سنوات. ومن جهة الندر، يعني الندر ان ابوه يرجع لصحته، يعني معناها بصفة دائمة ولا مجرد رجوع مؤقت؟ اذا كان واحد ندر من اجل شفاء والده ممكن يوفر النذر على روحه، لان في ناس بيقدموا صدقات على ارواح الموتى لكي يرحمهم الله، ودي مفيد. حتى القديس اغسطينوس ليه مقالة عن فائدة الصلوات والاصوام والصدقات التي تقدم على ارواح الموتى.